بجيب حلة عندي على النار، شوية زيت للشوربة، شوية بصل. يلا بينا. هشوح عندي البصل كويس جدا، واحنا بننزل بالحاجة كده هنزل لكم المقادير دلوقتي. بصوا، زبدة أو زيت. حطينا البصل، بعد ما حطينا البصل بقوم حاطط عندي المشروم شرايح مقطعينه. بعد كده اقوم نازل عندي بشويه كرفس كده صغيرين مفرومين. فصين اتنين توم مفرومين. ونقلب كل ده مع بعض لحد ما تبدا اللي هي المشروم كده يدبل معايا. وحد وانت بتقطعي المشروم كده خليه يبقى السمك بتاعه تخين شويه. وفي ناس بتقطعه بايديها، وده حاجه كويسه جدا على فكره برضو. يعني ينفع ان انت تقطعي المشروم بايديك؟ اه طبعا ينفع. بتقطعيه بشكل عشوائي كده وتحطيه، يبقى حاجة كويسة جدا وما فيهوش أي مشكلة. بعد ما بدبل عندي المشروم كويس جدا عندي على النار، بنقوم واخدين عندنا، بجيب عندي صدر فراخ وابدأ ان انا اقطعه مكعبات صغيرة زي اللي قدام حضرتك ده اهو. بقطعه كيوبس قدامك كده، الصدر بمسكه بقطعه عندي مكعبات صغيرة على قد ما تقدري، عشان هنبدأ نشوحها دلوقتي مع المشروم. تعال ناخدها. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقوم واخد عندي صدور الفراخ كده ونقوم حاطينها في النص. شوربة جميلة قوي صراحة، لا غنى عنها في الشتاء، شوربة المشروم الكريمة ديت. هنا زي ما اتفقنا كده، تشويحه كده الجميله، الله على الروائح الجميله النهارده، الروائح بصراحه تتحدث عن نفسها. طيب بعد ما شوحنا المشروم كويس جدا مع الفراخ، نديها بقى شويه فلفل مجروشين. بعد كده عندنا شويه كده من الفلفل الابيض، شويه صغيرين قوي، كتريش يعني. بس احب انا لما اجي اشتغل من البهارات ما بزودش منها، ابين الطعم الاصلي بتاعت الحاجه اللي انا شغال بيها. طيب بعد كده بنبدا نعمل ايه؟ حط عندي دقيق، ادي معلقه دقيق عشان تربط معايا الموضوع بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. ولما اجي احط الدقيق بقى بلاش اقلب كتير عشان الحاجه دي ما تعجنش. بعد كده يا استاذ بنقوم حاطين عندنا الحاجات ديت كلها مع بعضها، اللبن مع الكريمه مع كريمه الطهي، ونبدا نطفي بيها على الشوربه ديت. جميله، شويه ذره حلوه بقى يروقوا لك المسائل قوي. ونقلب يا سعاده الباشا. وبعد كده ايه، شويه شوربه مرق اخر حاجه خالص، ونسيب كل ده يغلي مع بعضه غلوتين اتنين، وبعد كده اقدمها بالهنا والشفا. سهله جدا والله وبسيطه، وان شاء الله تعملوها في البيت. شويه ملح صغيرين، ونظبط المسائل فيها. خلاص كده تمام. تمام، الشوربه حاجه محترمه، الكثافه بتاعتها جميله اهي. خلينا بقى تستوي معايا وتتظبط معايا، وبعد كده نبدا ان احنا شويه شوربه بالهنا والشفا والكثافه بتاعتهم مظبوطين، بنبدا ان احنا نقدمهم. خلاص كده تمام.